كوكو، اليوم معكم سايمة باش نطيبوا حاجة حلوة، حاجة حلوة بنينة برشا نلقاوها مع القهيوة متاع العشية ولا فطور الصباح. طيبها المامي وإلا الأم ولا البو ولا اللي هو حاسيله، لازم التوانسة يحبوها، مفماش عبد تونسي وما يحبهاش. اللي هي غسيت اليويو. اليويو يا سيدك بن سيدك، هي صحيح غسيت سهلة، أما أنا باش نزيد نسهلها عليكم، باش نعطيكم أكثر ديزاستوس باش تجيكم بنينة دوغي شوشة فيهاش ريحة العظم. بغيف برشا راه ديزاستوس. هيا تبعوا توا في دبارة خفلف. لليويو باش نسحقوا شوية فارينة، عظم، سكر، شوية زهر، شوية زيت قطانية متاع جديدة، نص باكو خميرة متاع جاتو، شوية شوشوار دلزينة وقارصة. اليوم باش تتعرفوا على أسرار نجاح رسيت اليويو. باش نبدأ بأول واحد، ناخذوا السكر وقبل ما نركضوهم على العظام باش نعملوا الزيست متاع السيترون. علاش؟ باش من بعد ما يقعدش فيه اليويو كسفورية متاع العظام. هذايا أول مشكلة نجمو نتعرضو لها كي نطيبو اليويو. القارص يبان على الاخر، معروف في الباتيسخي الحق. كيما زيد نجمو نعوضوه بالبرقدينه. نحركوا السكر والقارص بالكدا، الزيست بتاع القارص بلوتو باش يسيب ريحته وفيحته بالكدا هكا بيديكم. ديجا ريحه القارص فيحت، زيادة الخير ما فيها ندامة هكا ما نقولوا. وتو باش نحطوا عظمتين. اسمعوني راهو الحكار كي تعملوا الدوبل تجيكم كونتيتي كل واحدة نتاع بتي ديجني ونتاع قهوة. انا عاملة كونتيتي صغرونة تو. ونزيدوا السكر فاني باش نزيدوا نتاكدوا ان قضينا على ريحه العظم. وتوا لاستوس الثالثه اللي هي باش نركضهم بالكدا العظم والسكر، نركضهم حتى يبيضوا بالكدا ديك من بعد اللي باش تعطينا التكستور هكا المهشهشه من داخل. اسمعوني نسيت شو نقول لكم، راني قبيليك خبيت شويه من قشره العظم تو بعد تعرفوا علاش. وعندي ليكم استوس اخرى باش نزيدو من هشاشة اليويو. باش ناخذو الويل دو تورنوسول متاع جديدة وباش نحطو مقدار 3 مغارف متاع ماكلة. راكم تقولوا سايمة شبيها تضحك، نضحك على هشاشة اليويو. طب باش نزيدو نركضو شوية. ويني صفية وين هاي لقيتها. باهي حاجة مهمة على الاخر، راهو الفارينة لازمكم تصفيوها، ردوا بيكم تبخلوا كل، راهو مهم على الاخر. اما غير ما تحرموا الدنيا عادة. شعر نسيت حاجة، ما تنسيوش الخميرة متاع الجاتو. وانا راهو حتى في وسط اليويو نحط نكتة زهر، فريمون نكتة اكا هاو تاو. باي باي باتر. وباش ناخو اسباتول تاو نخلطو بالسياسة. تلمت تو باش نكمل نلمها بيدي بالكدا. تلمو عندي ديزاستوس الحلقه هذه اللي نسيت اهم استوس اللي هي ندهدو نعملو يجينا بالزيت ونكملو نلمو البات.
توا البات باش نخليوها ترتاح انتري طون باش نطيبوا الشحور. باش نحكي لكم شويه على الشحور خاطر برشا من الناس يحيروا فيه، راهو ساهل برشا. تعملوا كيلتين سكر عليهم كيلة ماء وعصيره قارص وتخليوه يذوب ويطيب في عقله على نار هاديه، ومهم برشا برشا ردوا بالكم تخلطوه وتبداو تحركوا، ماهوش عصيده هذاك شحور. خاطر كي مش تخلطوش باش يصير اك السكر اللي في الاحراف باش يولي هكاك محجر ولا كيفاش. دونك خليوه في عقله على نار هاديه حتى لين تحسوه بدا يختار، وكي تاخذوا شويه تحطوه في صبعكم هكا يولي يتلصق، والا كي تبداو تحركوا بالمغرفه اللوح تهزوا المغرفه وتعديوا صبعكم هكايا يقعد كل بلاصه فارغه، معناها الشحور طاب. وزيد راه تنجموا تزيدوا فيه حاجه، تحطوا فيه شويه زهر، انا راه مغرومه بالزهر راهو يبنن على الاخر. وتوا باش نحضر القليه وين باش نقلي اليويو. باش ناخذ اول حاجه الزيت نتاع الفريتور نتاع جديده، وفريمون لازم راه اليويو يغرق في الزيت كي يبدا يتقلي، دونك نحطوا برشا. فريمون تحطوا راه الزيت بالكدا كونتيتي باهيه بالكدا باش يتقلي يولي دوغي بالكدا مشيرات الكل. البات ارتاحت خليها انتر 15 و 30 مينوت، و تاو باش ناخذ دو بابيي كويسون ونحلها بوغ ايفيتي انها تلصق في البلان دو ترافاي والقلقال ويدي وكل شيء. نحلوها بالكدا باهي البات، ما لازمكمش تخليوها جيده برشا، ما لازمهاش كبيره برشا، لازمكم تقراو حساب انها باش تنفج، اما اليويو زاد يجي هكا مبطبط باهي. ريتوه الخشن هكا لازم، ولازم البات شاده روحها، وريتوه مسهله كي نستعملوا دو بابي كويسون هذوما تخبيوهم راه تنجموا تستعملوهم. وتوا باش ناخذ لامبورت بيس والدوي وباش نشكل كعبات اليويو، سينو راهو تنجموا تعملوا كيس وتعملوهم تنقبوهم بيديكم وتسمحوهم بالكدا هكا. هاكا ننزلوا وندوروا مليح حتى لين تتنحى الدوره من بقيه العجينه. وبالدورة متاع الدوي نعملو الدورة الدغلانية متاع كعبة اليويو. وعندي بربي حكاية مهمة باش نحكيها لكم، ماهيش تبع اليويو اما تبع حاجة اخرى. ديما كي طيبوا كانكم عندكم صغار ولا صغار خواتكم ولا صغار في العائلة خليهم يطيبوا معاكم، راهم تصوروش قديش يشيخوا الصغار وحتى الكبار، راهم تخافوش من الحوسة من بعد تتلم. اللي قعد من البات نزيد نحلو نزيد نعمل كعبة يويو متاعي. قبل ما نحطوا اليويو يتقلي تتذكروها قشرة العظمة اللي خبيناها بيان سور تكون نظيفة، باش نحطوها في الزيت خاطر هي اللي ماهيش باش تخلي كل كشكوشه تطلع لنا كي نحطوا الشاي يتقلي. فوالا نقصد اليويو راهو، ونحطوا الكعبات الكل. وكي تبداو تقليو ردوا بالكم على صوابعكم. ها ريتوهم كعبات اليويو كيفاش نفجوا محليهم يا بامبك، وديما قعدوا بحديهم تبعدوش عليهم. سي اليويو توا لازمو يكون لونو دوغي، ملازموش غامق برشا وما لازموش فاتح برشا، نقطروه شويه من الزيت باش نحطوها على بابيي لو طون لي يعمل غطسه في الشحور. وريتو ريتو كيف الزيت ما عملش الكشكوشه ريتو. وتوا مادام اليويو سخون والشحور زاده سخون واليويو يكون استقطر زيته شويه باش نحطوه في الشحور. وفي ساعه في ساعه نغطسوه في الشحور نقلبوه ونخرجوه نزينوه مادام سخون باش هكاك يلصق التوبينغ اللي باش نحطوه، جلجلان ولا فيكيا ولا شوشوارد اللي تحبوا. هاكا ديريكتومون ركزوا ركزوا مليح، راهو كي تبعوا لي زاستوس هذوما الكل ما فهمش عليه ما ينشرح لكمش. سخونة سخون سخون اليويو سي اليويو. ها هاكا نحطوه هكا ديريكتومون
الفاكهه تكون اسهل. زيد استوس اخرى. حضر سي اليويو ريتوها مسهلها الغسيت سهل على الاخر. ركزوا مليح مليح، تبعوا لي زاستوس الكل تجيكم خفيفه شوشه بنينه وتتاكل فوق الشبع الحق نتاع ربي. واسمعوني حتى لو كان ما ركزتوش بالكدي في لي زاستوس ولا خلطتوا في وسط الحلقه وفاتتكم حاجه، ما تخافوش راهو تلقاو الحلقه على الباج فيسبوك والا في اليوتيوب نتاع نسمه كويزين وتنويشه. وحقا نسيتش نقول لكم نجمش معليا نقول لكم تشاو ما غير ما نوريكم كعب يويو كيف جيت من داخل بالكدي. ريتوها مشبهه ما ريتوها، هاي شوفوا 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 التكستور، شوفوا كل هالشيشه اللي حكيت عليها من قبيليك. قلبي الحق الحق ياسر ياسر منين اليويو هاي ياك هاو تاو تشاو. نورمال نضحك كيف ما تعملوا برشا اسرار، تعملوا برشا اسرار همزيد شوي لهنا حاول تقص. نشربوها نشربوها نشربوهاش كعبة اليويو، ناكلوها كعبة اليويو. شو قلت عليه؟ قلت جبت العظام.